أنت اليوم كمواطن تونسي ما زالت عندك ثقة في الأحزاب؟ نحكي على الأحزاب اللي جاءت طبعا بعد الثورة التونسية، لأنه قبل الثورة التونسية لا أحزاب لا حتى شيء. عنا زوز معارضين يعني ورقيين خلينا نسميهم، وكان وقتها زمن الدكتاتورية وما إلى ذلك. بعد الثورة بعض الشيء جتنا شوية ديمقراطية، ولات عنا الحمد لله أكثر من 270 حزب وما إلى ذلك. الأحزاب هذوما، سؤالي لي كمواطن تونسي، تعتقد أنهم خدموا خدمتهم بعد الثورة؟ جابوا برامج خدموا البلاد خاصة، ما خدموش مصالحهم فقط؟ وبين ظفرين المعارضين متاع اليوم قاعدين يعارضوا يعني بما تحمله الكلمة من معنى، قاعدين ينقدوا نقد بناء، قاعدين يجيبوا في برامج وحلول. والله أنا كمواطن أنا تكلمت من 2011 من الثورة وهي جاية، تكلمت الأحزاب هذولا جايين سامحني باش يخدموا مصالحهم، أنا ما نسميهاش ثورة، سميها فوضى. اعطيني انت من 2011 شنو اللي صار؟ يدخلوا جماعتهم فاميليات متاح، يدخلوا جماعه شهيدهم مضروبه، يعني كل شيء كل مؤسسه تلقى زوز ثلاثه من الفاميليا يخدموا، هذه يخدموا كيما نقولوا الاحزاب، مش شاهد للمشيشي لكل على بعضها ما فهمت يكذب عليك. ليه انتم سامحني الفلوس اللي خلاها بن علي والكراهب اللي خلاها بن علي وشنو خلوا؟ ما خلوا شيء، فرغوها البلاد، يعني فرغوها البلاد، خذوا التعويضات، خذوا الفلوس، خذوا ما فيه الكفايه، البلاد دقدقوها. علاش خلوا تو البلاد فالسه وخلوا رئيس الجمهوريه يخلص الفاتوره نتاع 10 سنين؟ انا اعطيني انت سياسي ولا حزب قاعد يخدم في مصلحه البلاد، يخدم في مصلحته هو، تعرف علاش تحكي انت المعارضين؟ ماهوش معارضين، هذول معارضين لقاو كعكه بقلاوه، نحت لهم البقلاوه بالقهوه كيك، بقاو شايحين من غير البقلاوه. شنو هو الحل اللي يسمو يعملوا فوضى في البلاد ويعملوا كيما نقولوا ويشوهوا البلاد ويشوهوا رئيس الجمهوريه ويشوهوا الجماعه اللي شادين البلاد اللي قاعده تخدم؟ انا يعني بالنسبه لي انا قاعدين يخدموا، بالنسبه لي انا ديما نقولها كلمتي، روح عندك وزيره التربيه قاعده تخدم، وسمى واحد سامحني من برا، والله صدقني لا تنجم كصحفيه ولا كمواطن تشوف حتى منظر وكيفاش تحشم باش تشوف عامل روحه كيما نقولوا يتكلم من برا غيرته البلاد. كان انت غيرتك البلاد وتحكي على البلاد وتونس وتقول راني ولد تونس، اجي تكلم لهنا مش لبرا، تعمل في فيسبوك وتقول وزيره التربيه بها وعليها ولا سيوده، اجي وري ولا سيوده ولي هنا بالحق يتكلم. هذا نقول له انا في عهد بن علي اللي تتكلم تجبد وزيره التربيه، انت وينك في عهد بن علي؟ مكراج وتحب البلاد، اجي خدمها لهنا، اعطي كلمه شنية امراه يعلم بها ربي، صدقني تخدم في وزيرة التربية، تخدم خدمة مش نحكي فيها، الناس كلها تحكي فيها، تخدم في خدمة نظيفة، هاي تمشي القصرين، تمشي سيدي بوزيد وتزيد عملت برنامج جديد تو للتلامذة باش يوليو كيما نقولوا ثم نوتات زايدة. الأحزاب بالنسبة لي أنا الأحزاب راهم قاعدين يخدموا في مصالحهم، راهو ما ثما سامحني حزب قاعد يخم على الشعب التونسي. والمعارضة ثم معارضة باش يخدموا رواحهم، راه يعملوا في البلبلة ويعملوا في الفيسبوك ويعملوا كذا يشوفوا في البلاد. يا اخي البلاد سامحني وقت ايش راك حضر البلاد راك حتى وبركه، كنت قبل انت كان سامحني الدور حتى ما تلقاش تبدا خايفه، تو البلاد تبدا الدور تبدا مرتاح وكل شيء، رئيس الجمهوريه قاعد يتنقل قاعد يخدم. اعطيني حزب راهو، اعطيني وقت ايش ولوا هذول سامحني مش نسك سؤال، وقت ايش ولوا وقت ايش سامحني ولوا وقت ايش مناضلين؟ عنده عامين شد السياسه ولا مناضله؟ كيما الاتحاد دخلوا في الثوره ولا قال لك انا مناضل في الاتحاد؟ يعني اعطيني مجتمع قاعد يحرك في البلاد، قاعدين يخربوا في البلاد. نقول لهم راو لا رجوع التيلي، راو بالنسبه لي انا راو الشعب راو فاق بيكم، راو صدقني تمشي على ساقيك، تمشي في مترو، تمشي في كار، يقول لك رانا منينا من الاحزاب، اعطيني سامحني، ياك تشوف الشعب جيع في جرتهم هما، راهي 10 سنين راو 10 سنين هو يخلص الديون قيس سعيد، راو كي سامحني هما باعوا البلاد، باعوها مع فرنسا وباعوها مع المانيا وباعوها مع امريكا، جو هما باش يتو قيس سعيد قال لك لا سبيل يعني انا ما تحلفش مع اللي باع في البلاد، يعني تحبوها كيما تحبوها البلاد تمشي ثاني، راهي صدقني البلاد شوي صبر بركة، راهو رئيس الجمهوريه ماشي في ثنية باهية، راهو نصبروا عليه، راهو بالنسبه لي انا باش تقول لي 5 سنين يا سيدي 5 سنين شنو باهي؟ تقول لي باش شنو عمل 5 سنين؟ خلص الديون 5 سنين ركح البلاد، هما شنو عملوا 10 سنين؟ عبوا في كروشهم وشوفوا كروشاتهم كيفاش دزت وشنو عملوا هما؟ خربوها البلاد، ما ملينا منهم، اعطيني انت وين ما قالوا مناضلين يجوا وين هما تو يجي لهنا يصحتوهم ويجوا لهنا يصحت ما عاد لاني شعب فاق بهم، شعب فاق بهم، راهو الشعب قال لهم يزي يا احزاب يزي يا اخي يخدموا مصلحتي. انا ظلمت في عهدهم هما، انا تبلغت على الفساد في عهدهم هما عملوا لي قضيه، عايش اختي ديما نتكلم انا راني ريتو
رئيس الجمهورية عمل لي ما عمل ليش راني معاه، كيما المرة اللي فاتت واحد سامحني كاتب كومنتير ياك ماخذ 50 ولا 20، أنا أصلي من سيدي بوزيد، لا قيس سعيد نعرف ولا وزير التربية نعرفه ولا وزير العدل نعرفه، أنا نتكلم كلمة الحق، كلمة الحق لأني ما ظلمتش في عهد قيس سعيد، قيس سعيد كي هز السياسيين ودخلهم في حبس ما دخلهمش هكاك ظلم، دخلهم عندهم دوسيات فساد ودوسيات خراب، كي قيس سعيد جاء مع الزوالي وجاء مع المواطن ما دخلوش الحبس، هما كانوا قبل يدخلوا في الزوا ولا الحبس هما ما يدخلوش الحبس، كي قيس سعيد دب رئيس الجمهورية طبق القانون عليهم ولا قيس سعيد به وعليه، اش بيكم انتم قبل كنتوا يا احزاب ويا سياسيين قبل كنتوا تظلموا في الزوالي وتظلموا في المواطن البسيط، اش بيك ما ظلمتوش بعضكم دخلتوا بعضكم الحبس، تجوا لي انا مواطن عادي تجوا تعملوا لي قضيه، قيس سعيد طبق عليهم القانون السياسيين والاحزاب كلها، اللي عنده دوسي يخلص الفاتوره ما عندوش الدوسي قال لك انا باش نسيبه، ايه شنو تحب هنا؟ تحب يعملوا فوضى في البلاد؟ نقول لهم الفوضى في البلاد راهي سي فيني راهو سي راهو الشعب فاق بيكم، راهو حتى واحد سامحني جاب كيما نقولوا ثماش واحد جاب استثمار، يعني المستثمرين كلها هربوا المغرب في جرتهم هما. كل هربت المغرب، المستثمرين وكل هربوا المغرب في جرتهم هما، هربوا في جرتهم هما، قيس سعيد قاعد يرجع بشويه، هاو مشى لروسيا، هاو مشى للصين، هاو قاعد يرجع في الاستثمار، قيس سعيد، اش تحبوه أكثر من هكا؟ سامحني أعطيني برامج بتاعهم، برامج بتاعي، برامج بتاع السياسيين والأحزاب اللي عاملينها معارضة، راهو أختي أنا نقول هيك صحفي، راهو باش يعبوا في جيبهم، راهو ما عندهمش برنامج للشعب، ما عندهمش برنامج بتاع اقتصاد بتاع البلاد، ما عندهمش باش ينظروا البلاد، قاعدين أختي باش يعني باش يعبوا هما كروشاتهم ويعبوا للفاميليا بتاعهم ويتحكموا هما في البلاد كما كان عهد بن علي قبل، نقول لهم قيس سعيد راهو قالك لا سبيل اليه، انا راني باش يعني راني باش نمشي في الثنيه صحيحه، راني ما عندوش قيس سعيد ياك تشوف فيها الوزراء اللي فيق بيه منها ديريكت يجمدوا قيس سعيد، كان جاء سامحني ساعه يقول لك قيس سعيد مثلا صاحبه وزير ولا صاحبه يفيق بيه ديريكت ينحيه، ما عندوش صاحب اللي عجبني رئيس الجمهوريه ما عندوش صاحب، ويبدا حتى في الخطاب نتاعو يقول لهم راني ما عنديش اجتماعات البرة ولا ما عنديش كذا، ويعرف شكون يقصد. ريت كي اذا جاب رئيس حكومه جديد يعرف رئيس الحكومه عنده برنامج ونسين مثقف وعنده شاهد بصراحه خير من حتى من رئيس الحكومه اللي تنحى، وتونس راهي ماشيه لقدام من احسن الى احسن، ونقول لكم راهو ما عندكم وانتوصوا يا احزاب وشكرا وبارك الله فيك. هو حاليا قاعد يجتهد والبلاد كي خذاها مضعلع، عندنا فلوس لبرا وعندنا كذا وعندنا من هنا، هو قاعد يجتهد لها الناس قالوا لك كيفاش هو الاقتصاد ما تعملش وما كذا، واحد ما باش يولي لك الاقتصاد لازم تكون عندك فلوس وعندك كذا من هنا، عنده ناس مضاده ليه اللي ما خلاهوش حتى باش يرتاح، يعني هو تو ماذا به الادارات تخدم وتعمل باش يدعم هو باش هو يقفل البلاد، هو راجل نظيف راه ويحب يخدم، لكن زاد عنده فم مجهود باش ينجم يوصل انسان باش يعمل حاجات اللي باش ترضي الشعب، الشعب طاب وفد وقلق وحكايه احزاب وحكايه درشنيه الناس ملت وخذيت فكره يعني صبرت لفتره طويله، جيت وانا شفنا هذا وشفنا هذا وشفنا المرزوق وشفنا الاخر وشفنا البيجي وشفنا الواحد، الشعب شنو اللي يحب هو؟ فرهد له حياته، خدم له اقتصاده، خدم له تجارته، خدم له فلاحته، خدم له ماكلته، اكثر حاجه الكرش، الكرش احنا عمر ما صار فينا، انا عمري تو 70 سنه عمري ما ريت تونس بالصفه هذه، ما عادش لاقيين لا هندي لا دلاع، مشكله في درسنية، مشكله في سكر، مشكله في قهوه، خير البشر شنو هي عيشته؟ تجي انت تذكره الماء تاكل من المره هذه الناس كلها نزل عليها من واحد، علاش يا رسول الله؟ فما اشياء غير طبيعيه قاعده تمشي. عرفتك اللي يقول لك حطوا له الحصى في العجله ولا شنيا، احنا نعيشوا بها هذه، احنا كشعب تونس، شعب راهو ممتاز ياسر، راهو صبور واحد، لكن في نفس الوقت راهو ذكي، راهو كنت تشد معاه راهو يفور، فهمت كيف؟ احنا ما نحبوهاش، بلادنا تونس هذه احنا نحبوها، فهمتني؟ وتونس راهي بلادنا باهيه، وراهي معطاء، وراهي محبوبه وكذا، لكن ثم عباد هي اللي تخرب فيها. هذه مقطوعة هذه ما ثماش، علاش احنا معناش سكر معناش نعمل سكر، نمشي نعمل سكر نخدمه، معناش زيت احنا نجيبوه الزيت من سيرس، الفلاحة نتاعنا كان السعي نتاعنا احنا كنت ممتاز، شطر مشى في أيمات بن صالح مشى لليبيا، بقرنا فهمت كله مشى، الحليب قال لهم جيبوا الحليب وتو انتاج وانتاجية، من واحد قال لهم أنا شريت بزايد بقرة في بالي بجنس كي مشيت قالوا لا ناخذ من عندك كمية معين ولا يوزع فيه، علاش يتوزع؟ وعلاش ما نعملوش معمل اخر احنا نتاع جبن وكذا؟ علاش اليوغورت موجود الحليب ما ثماش؟ وعلاش هذه ما ثماش؟ وعلاش البقيات ولات تمشي صغار؟ صدقني كان يسيبوا كنترول، انا خدمت سابقا باتيسيري فهمتني؟ ضربه اثنين تجيني سيرفيس جيجين، الماء السخون ما ثماش، الجفال ما ثماش، برا قول لهم اعملوا دور على القهوه يشوفوا التواليت مسكره وشوفوا هذيك وشوفوا اي القهوه اللي مات ازمه كبيره ياسر في القهوه، عليه ما ثماش قهوه عليه؟ العباد يظن يعمل سيجار وقهوه، الدخان ما ثماش اللي مات.
تخبيوا فيه وشي يغلى وشي كذا. عليه على المواطن نزلتوا له على مكلته على شرابه على دخانه على قهوته على معيشته على من جميع ما شنو تحب، تحب تقتلوه تخنقوه؟ علاش الشباب ولا هاجج عليه؟ كذا لاقي في بلاده في عهد برقيبه اللي عباد تعايف في برقيبه، في عهد برقيبه عملت كون شباب عمل نحو الامي حتى مرأة كبيرة باش تسكر الضوء الأمام هنا علمها كيفاش الحروف وكذا واحد عمل كل شيء عمل برشا حاجات فهمتني عليه يا رسول الله. بلادنا راهي باهية، راهي بلادنا هذية، راهي والله العظيم جنة على وجه الأرض، والله عندي أنا جنة على وجه الأرض. أما الغالب حكاية الدعم برك أنا نغزلها بمنظار ما نشوفها حتى واحد، أنا نشوفها تونس من بنزار داير هكا خط بحر هكا ولا، ونشوفها بالعكس من هنا جبولات نقسمها في زوز العكس يمين ويسار، عندنا شمالا وجنوبا، عندنا الزيت نتاع الكحة والواحد وخيرات ربي، وعندنا نتاع السلاطة، وعندنا واحد عندنا الحوت أنواع من بنزرد كي تمشي من سردين المهدية لآخر من هنا واحد، احنا حوت بلاد الحوت بلاد عندنا البحورات سردينة كيلو سردينة مع شرقاه الواحد ايش ني الهندي، الهندي الأقل عندها طول الهندي، الهندي مع الحارة ب 2500 ليش؟ احنا بلادنا عندنا الهندي، بيت نحى الهندي عندنا خيرات رب، سيف مخلوف، سيف مخلوف قال لهم فما مشروع الاراضي الدوليه اللي مسيبه هذيك من واحد هي كفك اش نحكي عليه هو مش هو كشخص، انا نحكي على مشروع، انا نحكي كمشروع لا مش كسياسة، نحكي كمشروع وتنعطيك مشروع اخر قالوا برقيب، قال لهم احنا العطر شيء ترنجيه، ترنجيه تخدم على ميل يعمل عمليه لازم يشرب ترنجي، لو كان الاراضي المهمله هذيك نعملوها ترنجي نصدروها في بالك الكيلو في تونس بقداش ب 40,000 في بورقيبه، قالت له الصين اغرسي القطن وهاتوا اللي تعطي اقتصاد نحكي لك.